صله القرابه اللي بينك وبين كنزه؟ صله القرابه ديال بيني وبين كنزه اللي واخد الاخت ديالها من العائله ديال الام ديالي. يعني العائله؟ اه بحال نهار الواقعه كنتي حاضر نتايا، شكون اللي اتصل بك سي عبد الله؟ اتصل بيا هاد السيد، اللي قلت لك اللي هو اللي شي مور الطاكسي، لا الزوج ديال الاخت ديالها اللي هو الفاميلي هو اللي عيط ليا، قال لي خويا عبد الله فك عتخلي الله يحبك ليش داك الشيء، قال لي راه كنزه راه كاينه عندك في المحطه راها يعني مكرفصه ماشي لا هو باقي ما عرف شنو بها، قال لي غير عتقها. قلت لي صافي قلت لي شكون معاه، قال لي معاه واحد السيد واحد مول الطاكسي، عطاني النمره ديالو اتصلت به، من اتصل بك قال لي في المحطه كنتي خليك تما كنجي عندك. مشى المحطة عنده وانا نلقاه، السلام السلام، وكان معايا واحد الاخ هو اللي كان معايا، مشى مع واحد السيد. فين المحطة؟ محطة القطار هذه المحمدية. ملي مشيت تماك لقيته، قلت له واش مالك انت مالكي؟ ما قدرش يتهضر معايا، كانت مرتبكة ومخلوعة وعلى حالة على واحد الحالة ديال الذعر. اضطريت نعيط للسيد الاخر اللي عيط ليا، قلت له مالا عاد عاود عاد وعاود شنو كاين. عاد جيت انايا لقيت داك السيد مول الطاكسي شرى ليها، انا كنشد بها شري ليها ما تاكلش على واحد بيمو واحد سميتو واحد عصيري وقرعه ديال الماء وقطع ليها البي ديال التران على اساس انا غترجع. من جيت انا قلت ليه درتو؟ قال لي راه سميتو، قلت لي قطعت ليها، قلت نشوف كيف قطعت سميتو، قال لي قلت لها لا ما ترجعش. غيرنا التيكيت ديال التران، انا اللي غيرت انا شخصيا، مشيت غيرت لها التوقيت ديالها الغد ليه، وكان معايا مول الطاكسي شديتها بقات في الجيب ديالي. جا واحد من الامن بقيت كندوي معاه، ديته من سميتو الديمومه مول الطاكسي، هزها في الطاكسي وانا كندي الدراجه ديالي سبقته. ملي وصل عليا لقاني دويت مع الناس ديال الديمومه، قال لي راه هادشي ماشي اختصاص ديالنا، هادشي ديال الدرك الملكي. رجعنا ثاني للدوزيام اللي كاين انفاس مع المحطه، جينا قالوا نفس الكلام اللي قالوا في الديمو، هاد السيده هادي راه في المجال القاري وخصها تمشي للدرك الملكي. قلت ليه يلاه نمشيو لسبيطار مولاي عبد الله، هادشي انا اللي كنقول، يلاه نمشيو لسبيطار مولاي عبد الله. مشينا لسبيطار مولاي عبد الله، راه هو حاضر، لقينا العراقيل، وهذاك العراقيل اللي لقينا خير لهاد السيده هادي. انا نقول لك من بعد نقول لك خير لهاش. خرجنا من تماك الدرك الملكي، ما عيطوا لمول الطاكسي عند اخرى ديجا مشات ديكلارات، وهما انا عرفت من جابوا النمره ديالو، جابوا النمره ديالو من البوانتاج ديال الطاكسيات، عيطوا قالوا مشات عطاوهم النمره، اتصلوا به. من اتصلوا به مشينا عندهم، لقينا عندهم معلومات على اشنو كاين، وقفنا عندهم الله يجازيهم بخير، تعاملوا معنا واحد المعامله طيبه، وبركنا معاهم وسمعوا لينا. هما يعيطوا للسيده اللي المشغله، اتصلوا بها، منين عيطوا لها الاربعه عيطوا للزوج ديالها، عيطوا للزوج لقاوه في مراكش، قالوا لي غادي تعيط للزوجه ديالك تجي عندنا. جات الزوجه، ومنين جات الزوج ديالها في ديك الساعه اش قال لهم؟ قال لهم اشنو كاين؟ قال لهم لا والو راه بغينا نسولوا على شي اسئله وصافي. منين جات عاد من شافتها، منين شافت كنزه عند بريغاد عاد عرفت راسها علاش جايه. دخلات بقاو كيهضروا معاها شويه مع صاحب السيد المسؤول اللي كاين في لابريكاد، بقى كيهضر مع ديك المشغله، شو هو عيط لينا. دخلات كنزه بقى كيدوي معاها، شو قلت لي واش ندخل؟ قال لي ادخل. قال لي شكون انت؟ قلت انا حيت في الاول سولني قلت جيتك الساعه، قلت انا من العائله وانا اللي المسؤول عليها دابا. قال لي صافي ادخل وقف. دخل بقى كيهضر معاها، ديك الساعه الاخرى كتبقى تسول في هذه السيده، وهذه منين شافتها عند بحال جاب ليها راسها بان غتديها غتردها، وهذه عشافتها بقات دخلت بصح لي ترى السيد المسؤول راه في لابريكاد راه ردها البال. بقات كتسول الاخرى كتقول هذه فيما تقول شي تهمه، هذه كتقول لها اه، لدرجه واحد واحد النقطه قالت لها واش هاد السيده هذه واش الاخرى قالت لها هذه قالت لها واش عقلتي ملي حصلت كتخون ليا بالصاك جوج مرات؟ هذه قالت لها اه. انا شفت داك الشيء ماشي هو هذاك. قلت له استاذ الشاب قلت ممكن نخرجها؟ قال لي من حقك تخرجها بحال بعد المصطلح، قال لي من حقك تخرجها، هزيتها خرجتها لبرا. خرج معايا واحد الدراكي، قلت له قلت لها كنزه اش هادشي كتقولي؟ قلت له واش انت ماك خونتي؟ قالت لي لا. واش عمرك قاعد كاع داك الشيء اللي قالت لك واش درتي؟ قالت لي لا. قلت له علاش كتقولي راسك درتي؟ واش بغيتي تثبتي على راسك هاد التهم؟ قالت لي لا راه ملي شتها تخلعت وهادي نقصك الدراكي. قلت لها شوف بنتي
ما تخلعي ما والو، رحنا هنا مدورين عاودك وكنتخلصوا كناخذوا الاجره ديالنا باش انت تحسي الامن ديالك هاك. صافي بقات شويه صافي تلقات من رجعت عند السيد المسؤول اللي في لابريكاد بقات كدور عاد سيت تلقات عاد بقات كدوي عاد كتقول لها ما درتش داكشي. قال لي علاش تقولي قلتي لا درتي ودرتي؟ قالت لي حيت ملي شفتها تخلعت وانت دابا انا باقي في الخلع ملي كنجوج عاد ملي كدوي معايا كنرجع الماضي كنرجع داك الرعب اللي دزت عليه اللي عاشتو معاها. قال لها ما تخافي ما تي شي حاجه عاد دوي انا غنحميك. واحد اللحظه هي بدات كدوي وكدوي كتخرج فيها عينيها كتير الشاف الله يرحم الوالدين قول السيده ما بقاش دوي معاها الله يجازيك بخير. وين قاتلك الدار كي تاهو قال لها شوفي دوي مع الشاف ما بقاش دوي معاها عاد ديك الساعه بقات كدوي معاها عاد تلقات بقات كدوي. الاخرى ما تقبلاش داك الشيء قال لها ري لاكارت ديالك خدها لاكارت ناسيونال ديالها قال لها سيري تنعيطوا لك. صافي دخلنا بقينا باركين حنايا عمرنا المحضر هاد الشيء راه انا وياها برا سميتو وداك الطاكسي حتى هو راه واقف الطاكسي راه غير واقف ما وقف بقى معانا انا ما كنكرش بقى واقف معانا ما دوا ما تيش حاجه انا اللي كندوي بلاصتها. خرجنا لبرا مشينا عند داك لاجو هذاك الدار كينيت اللي كنخرجها جاب لها قريعه ديال الماء ثاني بركات قال لها غنعمل لك محضر. عمر لها المحضر عمرو بالحاسو عاد كتبوا بيدو عاد تيناتو عاد جينا مع دخلنا للدار مع مشينا بدا ليه مشينا مع شي تسعود بحال هكا مشينا لابريكاد مشينا انا ما دخل للدار عندي حتى 4:30 هادشي كلشي دوزنا في لابريكاد. قلت لك راه كان طالع مع الدروج للدار عندي وكنسمع الاذان ديال الفجر. جينا الدريه بركات تقوتات شويه الى الدريه شتي هذاك النهار تبارك الله هذاك الشيء الطريقه باش كنت كتاكل مسكين بحال ما وكلاش 10 ايام ما يعرف الصحر كنروح معقول. بركات تقودت شويه فرشات ديال المراه هنا كنا ديك الساعه هزينات الصاله هذه بركات نعسه حتى راسي تمشي مسكين مشات. ومني ديك الساعه ملي نعس ملي انا فيها حتى ملي كننعس كنمر ولا كنفيق نطلع على بناتي كنت كنلقاها كتقفز ناسها كتقفز سيدي نعسه وبقى بخلوعه مسكين. صافي ديك الساعه اتصل بينا الاخ ديال الغد ليه قال لي رانا جاي. صافي نعت لي عطيته سميتو العنوان ديال الدار جاي عندي للدار هنا بركنا هزي مشيت انا وياها انا وهاد السيده وخوها مشينا عند اصحاب الاشعه درنا الاشعه على يديها على بلاكا اكتشفنا انا مهرسه مشات للكلينيك وتبعت العلاج ديال اليومين هذا. قلتي لي واحد القضيه خير ليها هذاك خير ليها لانك كنت مشيت للكلينيك كنت غندير ليها بلاكا على يديها اللي مهرسه وكانت هاد وكان عندها في الدا ساعه جبله اللي لقينا غير فيها غير كدمات ما كناش حيت هي راه فاشله كسور كنت غنصوب لها شهاده كنت غندفعها ديك الشهاده كنت دفعتها غيعطوني فيها الساعه اللي مشات لك وداروا لها سكانير كلها لقاوها فيها كل الراس اليد النيف الودن من الهيد الضلوع السنسور كل شيء تشي مهرس قلت هذا الشيء طلعوا سكانير داك الشيء قلت لك هذاك قلت لك نعم اليوم كان جلسه كيفاش مرات الجلسه اليوم سميتو الدفاع ديال المشغله هو اللي طلب ياجل القضيه لان طلب التاجيل باش يحضر الوثائق ديالو ويحضر الدفاع ديالو وصافي والمحكمه اجلت ليه الجلسه حتى نهار 8/8 ان شاء الله. شنو كطالبوا نتوما سيدي نتوما كعائله الضحيه مسكينه؟ واش نقول لك انا كنطالب وفي نفس الوقت كنقول بان القضاء ديال عندنا قضاء نزيه وعندنا فيه الثقه التامه يعني ماشي غادي نطلب انا عندي اليقين بان السيده هذه القضاء غيعطيها الحق ديالها. حنا في المغرب هنا ما بقاش داكشي اللي كان شحال هذه باك صاحبي ولا داكشي من التحت ولا لا اللي عنده اللي ما عندوش بحال قدام امام القضاء يعني السيده غتاخذ الحق ديالها. وانا ملي مشيت ملي كتقول للمحكمه كنشوف التعامل ديال الناس ديال المخزن مع هادو اللي دايرين الافعال الجرميه كما كانوا بالدارجه ما كيعقلوش عليهم كيديروا معاهم الواجب اللي كيدار الدم كيستاهل العقوبه. شو تقول المغاربه اللي تعاطفوا معها وحسبوا بها؟ والمغاربه ديجا شكرتهم وانا عاود نشكرهم راه السيده بلا المغاربه ما تسوى والو راه هادشي اللي وصلت لي دابا راه غير بالتضامن ديال المغاربه
شي كيدعي اللي عنده راه كيعاونها، اللي ما عندوش راه كيدعي معاها، واللي بغى يعاونها راه هي ديجا قالت بان راه عندها النمره ديال التليفون ديالك غتكون في الشاشه. اللي بغى يعاونها يتصل، يا اما ياخذ الكونت فتكون في الشاشه، لا يتصل بها وتعطيه النمره ديال الكونت وديك الساعه يعاونها، غير يعاونها هي ما بغى يعاون حتى شي حد اخر الا بغى، حيت كاين شي واحد ربما شي حد يصحاب هاد الفلوس ديالك يمشيو معاك، كيمشيو حتى شي بلاصه كيمشيو لعندها هي، هي اللي كتحكم فيهم، يتصلوا بها هي شخصيا وغادي يدعموها هي شخصيا. منين جينا نصوب ليها الشهاده الطبيه قالوا حتى الثلاث جاي، مشينا ذاك النهار الثلاث قالوا حتى الثلاث جاي، عطانا الرونديفو حتى الثلاث جاي، مشينا ناخذوها الثلاث جاي الرونديفو. تماك فاش مشيت رجعت عند الدار قلت لهم شنو كاين شوكي باش ما يصحابوناش، راه عجينا ومشينا في حالاتنا. الاولى تلقى بها جايبه بنتها، هادي كي كترعد على بنتها، كترعد على بنتها، هادي بنتي باقا جدات تخشاب وسط عينيها، ولكن بنات الناس لا، بنات الناس كتكرفصها. شوف وقاسه والله، واخا تجيب سبع شي تجيب سبع ولا تجيب ضبع ولا تجيب، والله ما يدير لها الحاله هادي، يا اما غيسرطها يا اما غيخليها وغيمشي. ما باش تجي تدقدق شي هادي، هادي نقول لك هادي راه طايحه من الكاتريام، هادي راه طايحه من الكاتريام، واش ضربها في الراس في الضلوع في الليد هنا الودان مخموجه في السنسور، اش اش الاصابه في السنسور، رجا بلاد ما تبقاش بلا رحمه لا شفقه. وشوف غتجيب اي كائن كما بغى يكون، والله حتى كتلقى فيه شويه الشفقه وكتلقى فيه شويه الرحمه، حنا راه كاع كنترجو في برامج الحيوانات. ما بغيتيهاش لاله صيفطيها بحال هكا، علاش غتضربيها؟ جات لعندك ما كتشقاش لك مزيان، موسخه ما عند فيها شي مشكل، شد لا ماشي تصيفطها، تعيط لمواليها تقول لهم فلان اجو منكم عندكم واحد 3 سوايع جيو دو منكم، وانت غادي نقطع عليها وتصيفطها بحالاتها وما ديرش لها الحاله هذه. هاد الشيء هادي هاد السيده هادي راه ما كتش كما انا خصني نقول لها مساعد، ما نقولش لها خدامه، حنا كنا خدامين، كل انت خدام انا خدام كل فاش خدام، هذيك كتسمى مساعده. هاد السيده هذيك السيده كون كانت فيها شويه ديال الرحمه غتشدها غتعاملها بحال بنت عندها، هذي فيها كان بزاف ديال الحوايج. ولكن راه ديجا قلتها في واحد المنبر، واش السيده اللي كتخلي السيده تخلي كتشدها تخلي فيقها حتى 3 الصباح وهي كيجيها النعاس وكتقول لها هبطي لماريو، هبطي ماريو قداش ناهو على الماتش حنبا فيه، كتقول لها ما تنعسي حتى طويه، والاخرى راه كتمشي كتنعس وكتحلم وكتفيق وكتفطر وكتلقى هادي باقا كتطلب داك الحوايج، واش هادي غتلقى فيها شويه تلقى فيها الانسانيه؟ هذاك المكان، ذاك المكان ما كتبغيش العدوك، عدوك عندك المرض وذاك المكان ما تبغيش العدوك. واش نقول نشوف التاني نشوف التاني نقول الله يهديها الله يهديها والله ياخذ فيها الحق. عند السيدة تكرس عليك تكرس انا شتي انا اللي شتي راه ما شتيش الدار ديالك يدير، راه شتي هذاك الشيء ديال العبودية اللي كانوا كيشدوا الناس كيصوتوهم، راه هكاك داير دارها ديك الساعة. إما دابا مع ديك الساعة دارها كله كدابا، وذاك الشيء اللي في الدار ولا ما عرفتوش واش التصويت ولا شي كي، هي اللي غادي تقول لك، ما خصنيش نقول لك عندك شي شيء انا في التصاور. الله اعلم واش كانت كتكويك؟ لا الكابل ماشي الكابل، ايه واحد عندك شي كيبان طبعات كيبان لك حليل، ما نعرفش نقول لك واش كي ولا. انت شكرا لك على كل المجهود اللي درتي، ما درت حتى شي حاجة، انت شي انت كنتي بلاصتي تقدر دير هادشي اللي درت وتضربهم اكثر، اي مغربي راه اي مغربي قح غيدير هادشي اللي درت انا وكثر. شكرا سي عبد الله، الله يحب بارك الله فيك، جزاك الله خير. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.